يعطيكم العافية، معكم حسام موسى مرشد سياحي مرخص من مدينة القدس. اليوم احنا موجودين في محل مثير على الأسطح لكنيسة القيامة. في عنا القباب تاعت الكنيسة، كنيسة القيامة، وين قبر السيد المسيح، آخر محطة له. في المنطقة في عنا دير الأثيوبيين للطائفة الأثيوبية، وبمقابل هذا الدير في عنا دير آخر ولكن الأقباط المصريين. من على كنيسة القيامة منطقة الأسطح، تعالوا زورونا هنا في مدينة القدس المقدسة للديانات السماوية الثلاث. شكرا لحسن استماعكم.